لو جبنا ثمر الزيتون البري أو كما نسميه عندنا العتم ووضعناه في موية وملح وخليناه لمدة أسبوع، هل سيصبح مثل طعم الزيتون العادي ولا لا؟ والآن بعد مرور أسبوع كامل، هذا هو الزيتون زي ما شفتوا، زيتون بري. شوفوا الصبغة كيف نزلت، الآن بنجرب طعمه كيف هو بعد التمليح أو التخليل. بسم الله، طعم ملح وسكر في نفس الوقت، على نفس ثمرة العتم. نفس ثمرة العتم حالية، فيها سكريات شوية، اجتمعت مع الملح طلع طعمها خايس. الزيتون البري لن يصبح زيتونا.